السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا مثل ما اخذنا فكرة عن الـ Index Clustered وايضا الـ Non-Clustered Index، احنا عرفنا الـ Non-Clustered Index يفيدنا في موضوع الـ Search، والـ Non-Clustered Index بيفيد جماعة التحليل البيانات وغيرها انه يسهل العملية لهم بترتيب البيانات. بس احنا نعرف كل الزين استخدام الـ Non-Clustered Index بكثرة راح يولد بطء في عملية تحديث أو تعديل على البيانات. لقوا استراتيجية، طبعا ما توقفوا هنا جماعة الـ SQL، أكيد لقوا استراتيجي جديد أو استراتيجية جديدة يوفر لك تحسين أفضل في عملية استيراد البيانات، وأيضا ما راح يأثر بشكل كبير على عملية تعديل البيانات أو Data Modifications. فطلعوا مصطلح جديد اللي هو Covered indexes. الكفرت اندكسز او كفرينج اندكسينج او اندكسز، هذا المصطلح اجى ليش؟ قال انه انت بدل ما تختار كولوم واحد حتى تعمله اندكس كفرت، خلينا نقول الكفرت اندكس، قال انه بدل ما انت تيجي تستخدم عمود واحد كلاسترد اندكس او نون كلاسترد اندكس، انت تقدر تاخذ مجموعة اعمدة او كل الاعمدة. فبهالحالة انطال تسمية كفر، يعني بمعنى يغطي اكثر من كولوم، فتقدر انت تعمل اكثر من كولوم على شكل اندكس. فبدل ما تيجي تعمل كولوم واحد اندكس، لا انت تقدر تعمل ثلاث كولومات مع بعض ويسمون نفسهم هما الاندكس. فبالحالة راح يولد عندك كويري يرجع لك البيانات كالتيبل، يعني انه هذا التيبل موجود بها ثلاث كولومات، وهذه الكولومات انا اعتبرها بالكفرت اندكس. بالحاله ما راح يحتاج الى انه يعمل سيرش في داخل التيبل الاصلي، لا، بل انه هنا على سبيل المثال احنا من قلنا عندك هذا التيبل، اوكي، الكفرت اندكس ايش راح يعمل؟ هذا نقدر انه نحذفه، تمام، ونرجع كلير، تمام، راح ياخذ لك فقط الكولومات اللي انت تريده ويقوم بترتيب هذه الكولومات. فالجميل بها انه انت لما تريد البيانات ما راح يرجع لك من التيبل الاصلي، لا، راح يرجع لك من التيبل اللي هو عامله ستور، اللي هو خازنها. فانت عندك مثلا هالثلاث تيبلات دائما تعمل له جلب، دائما تعمل له ريد، دائما تجلبها وتستخدمها في الوير او تستخدمها في كونديشنات معينه، في شروط معينه، فيقدر انه هذا تجي تجمعهم ك نون كلاسترد اندكس وتسميهم ب كفرت اندكس. الكفرت اندكس راح يحتوي على اكثر من كولوم، وهاي الكولومات هو يرتب لك اياها بحيث لما تريد تقرا هذه الكولومات راح يرجع لك الكولومات اللي هو خازنها وليس اللي موجوده في الداتابيز، فيكون عمليه البحث عليها اسرع بكثير. إضافة إلى ذلك أنه ما راح يكون بها pointers اللي هي اللي تأثر لك على موضوع الـ data modification. فبالنتيجة راح يكون عندك table كامل يرجع لك إياه كـ covered index دون اعتماد على منه، على الـ table الأصلي. فبالحالة راح يكون استيراد البيانات أيضا أسرع. هذا بالنسبة للـ covered index. خلونا نشوف بالدرس القادم كيف نصنع إحنا الـ index. لهنا نقولكم مع السلامة.